بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتنا لك ولضيفي. حياك الله. طبعا بالتأكيد هناك البصرة من دخول اللجنة وزيارتها إلى مدينة البصرة وكذلك المدينة الرياضية، الإجابة كانت بالبيرفكت، يعني من أفضل الإجابات اللي حصلنا عليها من خلال الجولات الثلاث اللي للمحافظات الثلاث في البصرة وأربيل وكربلاء. كانت إجابة الوفد بالبيرفكت بالنسبة إلى ملعب البصرة وكذلك الأجواء في مدينة البصرة، على اعتبار أن هناك جولة نهرية في على شواطئ البصرة وكذلك زيارات في الأسواق وغيرها. شفنا الحياة الطبيعية، وكذلك الألماني هيلموت وصلت أكثر من اتصالات كانت قلقة عليه، يعني عائلته وأصدقائه زملائه في العمل كانوا قلقين عليه من العراق، لكن هو كشف لهم الواقع الحقيقي للعراق من خلال الأمان اللي موجود في المحافظات اللي زارها في أربيل في البصرة ومن ثم كربلاء، وكان سعيد جدا بتلك الزيارات، زار الأسواق، زار الكثير من الأماكن، وأيضا يعني توقف أمام مخبز من المخابز وأخذ له كوبتين خبز علي، فهذا شيء جديد، وأكل الخبز العراقي وقعد في إحدى المقاهي وشرب الحامض والجاي. أهم شيء سمك البصرة سيد أحمد، الحديث عن سمك البصرة، يعني اليوم أكل سمك البصرة؟ أكل سمك البصرة طيب، وكل شيء يعني الحمد لله والشكر، يعني كانت جولة متميزة وانطباع عالي المستوى بالنسبة للعراق. يعني هو تكلم قال أنا أنطي درجة 99% للبصرة صراحة. طيب هذا عاجل مشاهدينا الكرام، قبل أن يكمل سيد أحمد الموسوي، البصرة 99 درجة من الآن، تفضل سيد أحمد. نعم. عن كربلاء وأربيل. نعم، في كربلاء الملاحظات الوحيدة، طبعا الملاحظة الوحيدة في البصرة أنه مقر البوليس يقول ما يكون في الطابق الأول، يكون في الطابق الأعلى. طيب هذا هو، يعني الغرف موجودة لكن غيروا مقرها منا للفوق، فهذا هو الملاحظة الوحيدة في البصرة. في كربلاء الملاحظات بتغيير بعض الغرف، يعني غرفة مثلا مشرف المباراة تتغير مكانها من الغرفة الطبية، والطبية تروح إلى مشرف المباراة، يعني مجرد تغيير للوحات الدلالة فقط. طيب أما بالنسبة لجاهزية الملعب والمنطقة المحيطة، الحمد لله والشكر، يعني جهود وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العراقي لكرة القدم والحكومات المحلية في المحافظات الثلاث والإعلام الرياضي وكل الجهات اللي ساندت اللي اجتمعت بحصيلة كانت إيجابية جدا، يعني نقصد منها الحكومات المحلية وكذلك دوائر الشرطة ومديريات الشرطة في المحافظات ومديريات الصحة والدفاع المدني، يعني كانت كلها متعاونة والحمد لله والشكر، يعني الانطباع كان إيجابي الحمد لله. طيب سيد أحمد، هذا فيما يتعلق بزيارة الوفد، هناك أشهر عديدة لعمل وزارة الشباب والرياضة في ملعب كربلاء والبصرة، هل هذا العمل المتواصل هو اللي أثمر عن هذا النجاح، هذه النسبة 99%؟ بكل تأكيد أستاذ علي، أنا راح أعطيك نقطة. احنا زيارات متكررة كانت لجهات متخصصة بهذا المجال، يعني اليوم دكتور علاء عبد القادر شخصية رياضية محترمة ومراقب دولي ومشرف دولي على المباريات. طيب اليوم بنعتمد على الاتحاد العراقي لكرة القدم بما يمتلك من معلومات وأوليات من الاتحاد الدولي ويضع فيها الشروط المعينة ونروح نطبقها على أرض الواقع. طيب وأيضا وجود دكتور شامل كامل كشخصية آسيوية متمكنة، حصلنا على العديد من الملاحظات، وكادر الوزارة المتمثل بالدائرة الهندسية والدكتور حسن الحسناوي مستشار الوزارة لشؤون الرياضة الموجود في كربلاء ودكتور علاء عبد القادر الموجود في البصرة وكذلك ممثلية الأولمبية في البصرة دكتور مشتاق وجهود المحافظة وجهود بعض الشخصيات، أنا انفاتني الذكر، يعني بعض الشخصيات الأخ وصفي في كربلاء، الأخ صادق في البصرة، تحياتنا لهم جميعا، وأربيل أيضا إدارة نادي أربيل والسيد عبد الخالق مسعود، يعني جهود متواصلة في العمل والحمد لله والشكر
يعني كانت النقاط تسجل، يعني قبل شهرين كانت هناك 25 ملاحظة، قبل شهر خفضت إلى 10 ملاحظات، واليوم بعد الاكتمال انطونا درجات عالية جدا بالنسبة للملعب، وصلت إلى 80% بالنسبة لكربلاء، وكذلك بالنسبة لأربيل تفوقت بالبنى التحتية خارج الملعب، كانت متميزة بالنسبة لأربيل. هناك ملاحظات سجلت على ملعب أربيل نعم، لكنها ملاحظات إن شاء الله يتركوها الأخوة في إدارة نادي أربيل، وحتى أنها ملعب حتى ملعب أربيل اللي كثرت عليه الحديث، لكنه مستعد أيضا لاحتضان المباراة، والإخوان واللجنة وافقت على يعني مبدئيا على أنه تكون أربيل مستعدة، وكذلك البصرة بدرجة عالية وكربلاء أيضا. السيد أحمد الموسوي مدير العلاقات الدولية بوزارة الشباب، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا إليك. الآن هو الوقت الأمثل للاستثمار العقاري في كندا. أقوى الأسواق العالمية للعقارات. للمزيد من المعلومات اتصل بالخبير العقاري علاء يوسف صاحب أعلى مبيعات لشركة ريماكس لأربع سنوات متتالية.